الذين قالوا برافو لطفي وصفقوا طويلا لهذا العمل السينمائي هو اعتراف لما قدمه مخرج أراد كتابة الذاكرة التاريخية بلغة سينمائية محترفة. هذا الشيء كامل على جاله. ويسعدني كثير أنه أول عمل للجيل الثاني بعد الثورة بعد جيلنا إحنا ليتناول عمل له علاقة بثورة التحرير من وجهة نظر الجيل الثاني هذه يبشر بالخير. نتمنى أنه هذا يكون نقطة انطلاقة لأعمال تركز على الذاكرة مش ثورة التحرير برك. حاجة راهو معينين تاع الصح. اعتماد مخرج العمل على بيئة صحراوية أضاف للفيلم بعدا جماليا جعل أهل الاختصاص يصنفونه ضمن الكثير من الأيقونات السينمائية الجزائرية. فأرى كأنه ابن وقائع سنين الجمر ولا ريح الجنوب إلى آخره، كل هذه الأفلام اللي هي ريح جنوب ولا ريح الرمال فون سابل الأخضر حمينة، كان فيها أفلام كثيرة اللي تدور أحداثها في الصحراء والجمال تاع الصحراء الهدوء تاع الصحراء. ذكرنا يعني خاصة في هذا الفيلم تاع لطفي بوشوشي بالقدرة قدرة المشاهد الجزائرية لمساعدة إنتاج من مستوى عالمي. Pourquoi tu portes cette robe? البئر هو أول عمل روائي طويل للطفي بوشوشي استطاع إسقاط الكثير من الجوائز في عديد من المهرجانات، فهل يشرب الوهر من هذا البئر؟ خاطش خاين.